راح نكمل محاضرات Public Health. وصلنا إلى الفاكسينيشن مع الملزمة واللقاحات. طبعا هاي الملزمة شوية راح تحتاج حفظ، ماشي، يعني لازم تدرخها، خصوصا السلايدات الأخيرة راح تحتاج هواي حفظ. ولازم يعني أنصحكم تقرون الملزمة التاسعة أو العاشرة اللي شرحتها قبل هاي، أنا مو تبدون بهاي، أنا مو شوية تفهمون مثلا عندك يعني مصطلح الأنتيجين، أنا مو تفهم هاي الشغلات، فأبدي بالتاسعة أو العاشرة بعدين بلش بالفاكسينيشن. فبالبداية راح نبدي بالفاكسينيشن. تعريف ما شنو فاكسينيشن؟ فاكسينيشن is method of giving antigen to stimulate immune response. الفاكسينيشن شنو بي؟ بي أنتيجين. هذا الأنتيجين شنو؟ راح يحفز الاميون ريسبونس. شلون راح يحفز الاميون ريسبونس؟ مثل ما عرفنا انه الانتيجين لما يدخل للجسم البي سيل راح تبدا شنو؟ راح تبدا تصنع الانتي بودي، وهذا الانتي بودي شنو؟ راح يكون يعني يسوي مثل ما قلنا لوك اون لهذا الانتيجين، ماشي، وبعدين تجي التي سيل وتكتله. فاحنا شنو نريد؟ نريد ننطي انتيجين على مود يصنع هذا الانتي بودي. هذا الانتيبادي لما يصنع شنو راح ينطي؟ مناعة. هذا الانتيبادي ممكن شنو مثل ما قلنا يبقى يتذكر الباثوجين، ريمبر للباثوجين او الانتيجين، ولما يصير مرة ثانية شنو مثل ما قلنا لما راح يصير مرة ثانية يعني راح كتلة بسرعة، ماشي. فاحنا راح ننطي فاكسين بي انتيجين، بس الانتيجين يعني هذا الباثوجين راح ناخذ بس الانتيجين من عنده ننزعه ونحطه بهذا الفاكسين، بهذا الفاكسين. بينما الشغلات الثانية المضرة بالباثوجين هذا ما راح ناخذها، ناخذ بس الانتيجين. انا مو شنو، انا بدي نحصل الاميون ريسبونس، ماشي. فهذا اللي دي يقول لك اياه يعني هنا. فالفاكسين از انتيجين، هو بس انتيجين بات نوت باثوجينيك سبستنس. يعني الشغلات الثانية المضرة اللي موجودة بالباثوجين مثلا فيروس، شغلات المضرة اللي موجودة بالفيروس ما راح ناخذ، راح ناخذ من الفيروس بس الانتيجين، خوش. فهذا اللي يقصده بالفاكسينيشن. زين، عندنا التايب اوف فاكسينز، الانواع مال اللقاحات. عندنا 5 انواع، ماشي. عندك اللايف، الاتنويتد لايف، والتوكسويد، والبوليسكرايد، والبوليبيبتايد، والسيرفيس انتيجين. عندك مثلا اول شيء اللايف، هذا يعني شنو اللايف؟ يعني حيكون الباثوجين حي، راح يسوون الباثوجين ما يقتلوه، يعني يبقى حي فعال، يعني ممكن يسوي مرض حتى، ماشي، ومن خلاله يسوون فاكسين لقاح. او اتنويتد لايف، يعني لايف يبقى حي بس شويه اضعف من الاول، خوش، ويسوون فاكسين. هذا اكثر شيء راح نشرح اليوم اللي هو هذا النوع الثاني. او التوكسويد، التوكسويد شو يسوون؟ ياخذون هذا الباثوجين، شو يسوون؟ ما ينزعون من عنده الانتيجين، وانما ينزعون من عنده التوكسويد، التوكسيك مال الفتشي توكسيك، ومن هذا التوكسيك يسوون انتيجين، ويعني يكون يعني يستهدفون به التوكسيك، ما راح يستهدفون به يعني الباثوجين كله. فهسه هذا بعدين راح ناخذه ونشرحه بالتفصيل وتفهموا، يعني لا تدخلون نفسكم به. عندكم بوليسكرايد والبوليبيبتايد والسيرفيس انتيجين، يعني مو كلش راح نشرحهم، بس عندك النقطة الثانية اللي هي اكثر شيء راح نشرحها. زين، تايب اوف فاكسين هاي نرجع يعيدهن. فراح ناخذ اول شيء اللي هو اللايف اتنويتد فاكسين، هذا اللي راح نشرح اليوم. فعندنا اللايف اتنويتد فاكسين مثل ما قلنا انه هو هذا الباثوجين حيبقى حي بس شنو؟ اتنويتد يعني خفيف او ضعيف، ماشي، هذا الباثوجين ضعيف، ماشي. شنو هذا اللايف اتنويتد فاكسين؟ هذا اللي راح نقرا اليوم، هذا التعريف نقدر نقول. الفورولنت باثوجين يعني هيجيبون شنو؟ باثوجين خبيث. شو يسووا لهذا الباثوجين الخبيث؟ فورولنت باثوجين سووا له تريتد، يعالجوه ويخلوه شنو؟ اتنويتد او افورولنت. افورولنت او اتنويتد هيخففون من القوه مالته، او شنو؟ او يسووه غير خبيث، افورولنت، ماشي. بات شنو؟ بات انتيجينيك، يعني هذا الفيرولنت باثوجين راح نعالجه، نحوله الى فتشي خفيف المات اللايف، نسوي يعني اتنويتد لايف، ماشي، نخليه ويك ضعيف. ولما يكون ضعيف راح يخسر القدره مات على تكوين الامراض، وراح نحصل بس على الانتيجينيك افكت، خوش. فهذا الفيرولنت باثوجين
راح هنا ار جي راح يصير شنو اتنويتد، حيكون ضعيف او حيكون شنو افورولنت، ماشي، يعني غير خبيث، ما يسبب امراض، بات انتيجينيك، يعني بس عنده الانتيجين. خوش لما راح نحوله ونسوي له معالجه شنو اللي راح يخسره؟ لوز كاباسيتي تو انديوس ديزيز، راح يخسر قدرته على شنو، على يعني الانديوس للديزيز، ما راح يسبب امراض، بعد ما يقدر يسبب امراض، بس شنو ريتين عنده الاميونو جينيسيتي، عنده الانتيجين افكت، الانتيجين يعني احنا اللي دريده على مود شنو، على مود يعني نحصل الاميون ريسبونس. خوش فيبقى عنده الانتيجين، بس الشغلات الضاره حتروح. هذا هو طريقه اللايف اتنويتد واكسين. خوش هذا اللي عندي قصدي هنا. بعد شنو دي يقول لك هنا على فوق، دي يقول لك انه هو نوت باثوجينيك، يعني هذا اللايف اتنويتد واكسين ما بي شغلات ضاره، نوت باثوجينيك بس شنو، بات انتيجينيك، بس ادى الانتيجين اللي من خلاله راح نكون، راح نكون الانتي بودي، ماشي. هذا اللي دي يقول لك اياه هنا، يعني هذا اللي تفهمه، يعني هذا اللايف اتنويتد فاكسين هذا فيه تفهمه، فهم زين. هذين النقاط الخمسه تدرخ ندرخ، عندك اللايف اتنويتد فاكسين should not be administered to person with suppressed immune response، يعني الشخص اللي تكون مناعته ضعيفة ما يصير تطي live attenuated vaccine، لأن هذا شنو، هذا الفاكسين يعني بعد أدى باثوجين حيكون حي، هو صحيح ضعيف بس شنو، بس راح يقدر يأثر على الأشخاص اللي شنو مناعتهم ضعيفة، بس الأشخاص مناعتهم مو ضعيفة العادية ما راح يأثر عليهم، بس اللي مناعتهم ضعيفة هذا راح يأثر عليهم، ممكن يسوي لهم المرض. خوش فما يصير ننطيهم هذا الفاكسين. مثل شنو هذول الاشخاص اللي عندهم لوكيميا او ليمفوماس، ماشي، هاي اول نقطه. النقطه اللي بعدها اللي ياخذون كورتيكوستيرويد، كورتيكوستيرويد راح تنزل من المناعه، فممكن همين يسبب هذا الشيء، ما يصير يعني ننطيهم اللايف اتنويتد فاكسين، لان اللي ياخذ كورتيكوستيرويد راح يصير له اميون سبريشن. زين الانتي ميتابوليك ايجنت همين، الراديشن اللي ياخذون اشعاع، البريجننسي والاذر مالجنسي. وش اذا ان الشغلات يعني تدرخون درخ. فعندنا اللايف اتنويتد فاكسين، هذا فتشي يعني ملخص للي قلناه بيش بهذا السلايد. فهو شنو، هنجيب فارولنت باثوجين هنسوي له تريتد من عالجة ونحوله الى افارولنت باثوجين. ايش حيكون هذا الافارولنت باثوجين؟ حيكون انتيجين بات نوت باثوجين، يعني هو مو باثوجين، ما يسوي ديزيز، بينما هو انتيجين راح نستفاد من عنده بتكوين الانتي بودي. فشنو ايش حيصير بي؟ لوز كاباسيتي تو انديوس ديزيز، وحيكون شنو عنده خاصيه الاميونو جينيسيتي اللي هي عنده، يعني عنده الانتيجين، موجود الانتيجين اللي من خلاله نصنع الانتي بودي. زين الاشخاص اللي مناعتهم ضعيفه ما نقدر نعطيهم يعني هذا اللايف اتنويتد فاكسين، مثل شنو اللي ليكيماس، الليمفوماس، الراديشن، الكورتيكوستيرويد، والانتي ميتابوليك، والبريجنسي، وادر من الجنسي. اذا اللي لازم تدرخون درخ لان النقاط عندنا هنا شنو، الفيرست جينيريشن فاكسينز، الفاكسينز اللي تكون فيرست جينيريشن ايش حتكون؟ حتكون اما لايف حيه مثل ما قلنا اول شيء بالتايبس الانواع، حيكون حي، ويك نيد حيكون ضعيف اللي هو هسه قبل شوي اخذناه اللايف اتنويتد فاكسين هذا الضعيف، او شيء يكون كولد مقتول او ميت بفورم ميت، يعني هذا الباثوجين ميت، يعني حيكون ميت ويعني مو حي. خوش اللايف الاتنويتد فاكسين ايش حيسوي؟ حيسوي انديوس ثلاث شغلات، حيحفز ثلاث شغلات. شنو اللي راح يسوي؟ انديوس للكيلر تي سيل، يعني التي سيل اللي تقتل ال يعني الباثوجين، وانديوز للهيلبر تي سيل، هاي النقطة الثانية، وحيحفز الانتيبادي، انتيبادي اميونيتي، حيسوي انديوز ذني ثلاث شغلات، ذني ثلاث شغلات تدرخون يعني للهيلبر تي سيل وللكيلر تي سيل والانتيبادي، حيسوي انديوز ذني ثلاث شغلات. هنا اكو شغلة تقريبا راح نرجع نعيدها، قلنا انه اللايف الاتنويتد فاكسين ما يصير ننطيه للاشخاص اللي عندهم مناعه ضعيفه، فاكو سمول ريسك من استخدام هذا
هذا الفاكسين. المنو للاشخاص اللي تكون شنو البيبل اللي تكون شنو عندهم مناعه ضعيفه، مثل شنو مثل شنو هذول الاشخاص اللي عندهم ايدز او الاشخاص اللي قلناهم هنا الخمسه، الراديشن كورتيكوستيرويد انتي ميتابوليك والبرجنسي. فهذول الاشخاص ما يصير نعطيهم اللقاحات هاي مال اللقاح مال لايف اتنويتد فاكسين، يعني شنو يعني اكو ريسك انه هذا الباثوجين ممكن يسوي شنو ممكن يسوي ديسيز، ماشي ممكن يسوي كوز ا ديسيز. لايف اتنويتد فاكسين ايش حيكون؟ جاست 1 اور 2 دوزز، يعني دوز واحده او اثنين من هذا اللايف اتنويتد فاكسين شنو راح ينطي لايف تايم اوف برودكشن، حينطي مناعه طول العمر. يعني دوز واحده او دوزين، هذا الملخص مال هذا الحكي، دوز واحده او دوزين حينطي مناعه طول العمر، ماشي. فهذا اللي اقول لك يعني هذا اللايف اتنويتد فاكسين بشنو ممكن نستعمله؟ بهذني الامراض، بهذني يعني الفيروسات او ذني الشغلات، يعني ذاك اللي كان جوا الفيروسات. عندك المسيليس مامبس ربلا، ذا لازم تدرخن يعني تحطهن وتدرخن، اذا شنو مال اللايف اتنويتد فاكسين. فهذا اللي الثلاثه، عندك روتا فيروس وسمول بوكس والتشيكن بوكس، اذا يعني الاربع نقاط تحطهن وتدرخن، يعني درخ يحتاجن درخ مال منو مال اللايف اتنويتد فاكسين. زين نجي للنقطة اللي بعدها، هسه كملنا يعني أكثر شيء يعني ملزمة أغلبها كانت لايف اتنويتد فاكسين، هسه راح ناخذ فد شغلات بسيطة بس شنو هم بنفس الوقت يحتاج الحفظ لأن راح يجي اللي قدام. عندنا السيرفيس انتيجين فاكسين اللي هو ريكومبوننت الاسم الثاني له، ريكومبوننت أو السيرفيس انتيجين فاكسين، يعني هذا كلش سهل ما بيفد شيء ما بيفد حكي هواي. شنو هذا؟ راح نجيب فد جين معين من هذا الباثوجين، هذا الباثوجين راح نستنسخ من عده كلون جين، نستنسخ من عده فد جين معين. هذا الجين اللي استنسخناه راح نجي نزرعه وين؟ نزرعه باليست سيلز، بالخليه مال الخميره، ماشي. ولما نزرعه راح يتكون شنو عندنا؟ راح يتكون عندنا فاكسين، هي هذا السيرفيس انتيجين فاكسين. راح تستنسخ كولينج جين and yes cells cloning، يعني راح نستنسخ جين، قلنا هذا الجين من يجي من الباثوجين وين نخليه؟ نخليه باليس سيلز، وبعدين شنو راح يتكون عندنا؟ الفاكسين. هو هذا السيرفيس انتيجين يعني ببساطه. ايش حيكون هذا؟ حيكون افيكاسي فعال وسيفتي وامن، حيكون فعال وامن. هو هذا اللي تقراه بس على سيرفيس انتيجين، يعني كلش بسيط وسهل. الفاكسين اللي بعد اللي راح ناخذه اللي هو البوليسكرايد، اكثر من فاكسين طبعا، عندنا البوليسكرايد السب يونت ريكومبوننت اللي هو نفسه من هذا الثاني من كان اسمه ريكومبوننت، وعندك الكونجكيتد فاكسين. هذني الاربعه، السب يونت ريكومبوننت او السيرفيس انتيجين فاكسين والبوليسكرايد والكونجكيتد، هذول ايش بيهم؟ هذول اربعتهم عندهم فد سايد افكت او ليميتيشن، يعني الاستعمال مالتهم راح يكون محدود. ليش؟ يعني لان راح يحتاجون نيد بوستر شوت، راح يحتاجون الى جرعه معززه. شو راح يحتاجون الى جرعه معززه؟ يعني الفاكسين مالتهم ما راح يستمر الفتره طويله، فعلى مود يحتاجون على مود يزيدون من هذا الفترة، يزيد من هاي الفترة to get ongoing protection against disease، يعني عم نحصل على حماية مستمرة. راح نحتاج إلى شنو؟ راح نحتاج إلى بوستر شوتينج أو بوستر شوتس، راح نحتاج إلى جرعات معززة، يعني مو بس جرعة أو جرعتين، راح نحتاج أكثر يعني من جرعتين هيجي، يعني اللي دا يقصدونها. فهذا السايد إفكت مالتهم مال هاي يعني الفاكسينز، السب يونت الريكومبوننت والبوليسكرايد والكونجكيت. هاي اللي قلناهن الاربعه شنو راح يستعملوهن؟ هذا يعني الفيروسات اللي راح يستعملوا لها اللي هي الهيبتايتس البي الاتش بي في، ووبين كاف
نيموكوكال ديسيز او منينجو كوكال ديسيز. هذني يعني الخمسه هم لازم تحفظون، هذني اللي يحتاج درخ اللي قلت بالبدايه، قلت انه شغلات بالاخير راح ناخذها راح تحتاج درخ، اللي هن ذني ماشي، يعني ذني راح يحتاجن درخ لازم تدرخن. فهذني مال منو؟ مال هذول الاربعه. طبعا ريكومبوننت هو اللي هو نفسه هذا اللي حكينا عليه، فهم من ينطبق ان هذني مال البوستر شوتس راح ينطبق عليه ماشي، وهذني شغلات هم راح يعني يعالج. ناخذ النوع الرابع ماشي، اللي هو ماسنجر RNA vaccines، ال mRNA يعني vaccines. هذا شنو؟ هذا عنده two advantage، يعني عنده فد ميزتين ماشي. شنو هذا ميزتين اللي عنده؟ shorter manufacturing time، يعني وقت التصنيع حيكون شنو؟ حيكون قصير، راح ينصنع بسرعة. هاي ال advantage الأولى. advantage الثانية they don't contain a live virus، يعني ما يحتوون على live virus. بما انه ما يحتوي على live virus او حتى weakened virus، فهنا شنو؟ ما راح يسبب امراض للبيرسون اللي عنده يعني immune suppression، نقدر نقول ما راح يسبب لهم امراض. ليش؟ لان هو اصلا ما راح يحتوي على virus حي. they don't contain a live virus، فهاي الميزة الثانية. هذا الميزتين short manufacturing time و don't contain virus. زين شنو راح نستعمله للكوفيد 19 اللي هي كورونا ماشي، هذا الفاكسين مال كورونا mRNA. توكسويد فاكسينز، توكسويد هذا شنو التوكسويد؟ تفهمه فهم انه شنو؟ they create immunity to the parts of germ، يعني هذا تخيل وياه هذا باثوجين وال اكو فد بارت من عده اللي هو قاعد يسبب المشاكل، فهم شو يسوون؟ يسوون بس من هذا البارت هذا التوكسين، بس من هذا التوكسين حيسوون شنو؟ حيسوون فاكسين. فهذا اللي دا يقصده هنا، انا دا يقول لك انه great immunity to the parts of germ من هاي الجرثومه that cause disease، يعني هذا البارت اللي دا يسبب disease بس من هذا البارت راح شنو نسوي؟ نسوي يعني لقاح، اما باقي الباثوجين ما علينا بيه، ما راح نسوي بيه لقاح. فده يقول لك راح نسوي immunity to the parts of the germ that cause disease instead of the germ itself، بكل ما نسوي كله راح نسوي بس شنو؟ بس التوكسين هذا. That means the immune response is target the toxin instead of the whole germ، مكان ما نستهدف كل الجرم كل هذا الجرثومه راح نستهدف شنو؟ بس التوكسين. هو هذا اللي يقصده بالتوكسويد فاكسين، انه راح نستهدف شنو؟ راح نستهدف التوكسين بس، ما راح نستهدف الهول جرم، يعني ما راح نستهدف كل اللي يعني الباثوجين. راح يستعملوا هذين الفيروسات الاثنين، تايتنس اللي هو القزاز، والدفثريا هاي يعني الثاني. فهذول الشغلتين اهم لازم تحفظون. وصلنا الى طريقه viral vector vaccines. هاي الطريقه طبعا راح تختلف عن الطرق اللي قبلها. شنو هذا ايش حيسوون بهاي الطريقه؟ حيجيبون different virus، يعني احنا نريد نسوي vaccine مثلا للكوفيد 19، فنجيب virus مختلف عن الكوفيد ماشي، ونعدل عليه نسوي modified version of هذا different virus، وهذا different virus حيكون as a vector to deliver a protection. فهو هذا ال different virus هو اللي راح ينطي المناعة للكوفيد مثلا، يعني نجيب مثلا فيروس، هذا الفيروس نعدل عليه ونخلي الجسم شنو؟ يصير مني ضد هذا الكوفيد 19 من خلال هاي الطريقة اللي اسمها viral vector vaccine ماشي. مثل شنو عندك؟ مثلا عندك الادينو فيروس، هذا الادينو فيروس هو viral vectors used in some covid 19 vaccines ماشي، هذا مثال كلش مهم. فهذا يعني اللي تعرف هذا بالسمائي هو اللي يعني المهم على الفيرال فيكتور فاكسينز. عندك الشغلات اللي ممكن يعني ينطوها فاكسينز اللي هي الابولا الفيروسات يعني، والكوفيد 19، كوفيد 19 والابولا ماشي. فهو شنو يجيبون ديفرنت فيروس ويكون فيكتور تو ديليفر بروتكشن. فهذا يعني اللي يقول لك اياه هنا، اللي هنا الحكي اللي ما
ام 10 اني. هذا شنو هاي الفيروسات الديفرنت فيروس اللي مثل شنو عندك هنا يقول لك سيفرال ديفرنت فيروس، مثل شنو عندك انفلونزا وغيرها من هذين الفيروسات اللي ذاكرها هنا أنا. بس المهم اللي هو هذا الادينو فيروس اللي هو ايش حيكون؟ حيكون فيرال فيكتور يوز ان سام كوفيد 19. يعني هم راح ينطون هذا الادينو فيروس راح ينطوه والجسم حيكون مني ضد الكوفيد 19 ماشي. فهذا فيرال فيكتور فاكسين زين. هذا السلايد راح يحتاج درخ، يعني تحطه وتدرخه، ما 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 بيه يعني تفهم. هذا السلايد درخ ما بيه اي مجال للفهم يعني. فهاي الطرق مال الاعطاء عندك كل طريق، كل واحد وطريقة اعطاء. مثلا ديب سبكوتانياس اور انترا ماسكولار، مثل شنو؟ مثل اغلب الفاكسين حيكون هاي الطريقة مالتها، اما اي ام او شنو ديب سبكوتانياس زين. هاي اغلب الادواء. الاورال روت حيكون شنو؟ السابين فاكسين والبي سي جي فاكسين. الانترا ديرمال بي سي جي. السكارفيكيشن طريقة الخدش هاي يعني سمول بوكس فاكسين. انترا نيزل هذا ما موجود عليه في المثال. فهذن يعني لم ذن الامثلة اللي ذاكرها لازم تدرخ، ممكن يعني جن ام سي كيو او حتى يجيب لك ذني تعداد يعني، فلازم تدرخه هذا. عندك البرايمري فاكسينيشن تقسم الى قسمين اللي هي 1 دوز وعندك مالتيبل دوز. ال1 دوز اللي هو البي سي جي فاريولا والمسليس مساليس والمامبس واليلو فيفر، هذا يعني لازم تحفظهن. والمالتيبل دوز هم لازم تحفظ ذني ملاته يعني الامثله. بوستر فاكسينيشن هذن اللي اخذناهن الاربعه اذا تذكروهن اللي هن مال الكونجكيت وال عندك ال البولي جلوكوز وهذن الادويه الاثنين البقيه الويا اللي هي الريكومبيننت والسب يونت. هذن ايش يكونن؟ هذن حيحتاجن الى شنو؟ بوستر شوتس ماشي. فهذن الامثله مالته يعني ذاكر كيان هنا عندك هنا هذا السلايد هم شنو هم راح يحتاج الى درخ. عندك يعني ديوريشن مال ال الفاكسين ماشي. عندك البوسترز الادويه الكومبوستر مثلا عندك الشورت بيرود يعني اللي مونث راح ايش كم شهر يعني راح ينطي مناعه اللي هي الكوليرا فاكسين. عندك التو يير يعني اللي راح يبقى تو يير التي اي بي. عندك الثري يير وهاي مالت الفاكسين، الفايف يير وهذا الفاكسين مالت، التين يير وهذا الفاكسين مالت. السوليد اميونيتي يعني راح يبقى طول العمر يعني اللي هو مثاليس والمامبس والريبولا اللي هن ذن مال شنو؟ مال اللايف اتنويتد فاكسين هذن اللي اخذناها بالبداية. فهن شو يكون يعني تنطي سوليد اميونيتي يعني مناعة طول العمر يعني. هذا لازم تدرخن هذن السلايدات درخ هذن السلايدات الاثنين. السلايد الاخير الادفيرس افكت مال الفاكسين اللوكال يعني اذا انطيناه انجكشن مثلا ماشي. فبالسايد اوف انجكشن شنو اللي راح يصير؟ بين سوولينج ريدنس يعني حيكون اكو الم واحمرار وسوولينج يعني صار اكو سوولينج تورم. السيستميك شنو السيستميك؟ عندك فيفر ملاسي وهيدك ماشي، اكو ضيق ووجع بالراس وفيفر. هذني مال شنو اللي يسوون؟ شنو اللي يسوون السيستميك؟ طبعا اللوكال هو شنو؟ يوجوالي مولت اند سيل ليميتد يعني ذني يعني سيلف ليميتنج يعني مو بان راح يتارجن من واحد هنا وحيكون خفيفات مو يعني كلش قويات. خوش هذا اللي اقول لك اياه انا. ف يعني لهنا انا وشنو نكون كملنا هاي المحاضره.